بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ونكمل مع حضراتكم استاد الأهلي. النهاردة الفقرة بتاعتنا مختلفة في حاجات كتيرة. معايا واحد من الشباب الأهلاوي اللي تفخر بيه حاجة، المستقبل، المستقبل اللي الإدارة المصرية مش بس في مجلس إدارة النادي الأهلي. بسعد يعني بيسعدني وبرحب مع حضراتكم بالأستاذ محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير يا فندم، منورني ومنور دايما من قناة النادي الأهلي. ده بنوركم، وأنا سعيد جدا إن أنا طبعا في قناة نادينا العظيم. يعني قبل ما استقبل حضرتك ونبتدي حلقتنا، كان في تقرير بنعرضه مع الساده المشاهدين، وهو الملتقى الوظيفي. الصراحه دي حاجه من اهم عوامل المجتمع الان، من اهم المشاكل اللي بيواجهها الشباب في مصر، هو ان انا بعد ما اتخرج ايه الشغل اللي انا هشتغله، ازاي اقدر ابحث عن فرصه عمل. فصراحه حاجه جميله جدا، يعني الواحد لما بيلاقي خدمه، ده السوشيال ريسبونسابيلتي، الخدمه المجتمعيه الواجبه من جانب المؤسسات. النادي الاهلي في هذه الامور يسبق مؤسسات الدوله حتى في الوصول الى خدمه المجتمعيه. كنت ازاي فكرتوا في موضوع الملتقى الوظيفي؟ هي الفكرة طلعت بإن إحنا أساساً أثناء الحملة الانتخابية للمجلس بتاعنا قبل ما يجي، إحنا كنا بنقدم البرنامج الانتخابي بتاعنا، فأنا اقترحتها على الباشمهندس محمود طاهر، وطبعاً هو رحب بيها جداً 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 بما فيها من خدمة للأعضاء، وخصوصاً إن إحنا كنا طبعاً لسه بعد الثورة، وكانت الاستثمارات قليلة والأوضاع الاقتصادية صعبة، فطبعاً كانت حاجة هتفيد الناس بشكل كبير جداً. هي الفكرة بسيطة قوي وأوريدي متنفذة في جامعات كتيرة جدا في مصر وبتحصل. يعني أنا يمكن خريج سياسة واقتصاد سنة 2001، كان بيعملوا عندنا الامبلويمنت فير أو الملتقى التوظيفي، فهي متطبقة في الجامعات كلها لكن ما اتطبقتش في الأندية قبل كده. أنا اللي فكرت فيه إن إحنا ممكن نعملها للأندية، خصوصا إن إحنا عندنا طبعا العضوية كبيرة جدا، يعني نسبة الأعضاء كبيرة. جمعية عمومية عددها عالي. جمعية عمومية بالظبط، حوالي 150,000، فطبعا في جزء شباب كبير جدا جدا بينهم. حضرتك بتتكلم في 150,000 أسرة. 150,000 أسرة بالظبط، أكيد طبعا فيها شباب حديثي التخرج كتير. هو الملتقى التوظيفي بشكل كبير بيفيد جدا الناس اللي هي فرنج العمر ما بين 20 وما بين 28 لغاية 30 سنة، اللي هي الناس اللي بتبقى لسه داخلة كارير جديد، أو لسه متخرجة وبتدور على شغل، أو دخلت شغل بعد ما تخرجت وعايزة تغير كارير أو تشفت الكارير. إذا أنت حضرتك بتديني خدمة، وأنا كشاب لو أنا في الأول مش عارف أتجه لأني اتجاه، وإيه الاتجاه اللي هيناسبني كجهة عمل وأنا حديث التخرج، دي نقطة. النقطة الثانية، أنا مش لاقي شغل، وده بصراحة خلينا نتكلم بشكل واقعي، دي مشكلة من أهم المشاكل اللي بتواجه أي شاب، وبيبقى محتاج ان هو يروح هنا ويروح هنا ويكلم فلان ويكلم علان عشان ياخد فرصه لوظيفه، على الرغم ان احنا ما شاء الله عندنا شباب كتير قوي عنده من الكواليفيكيشن، عنده من الامكانيات انه يقدر، ومؤهلات انه يقدر يفيد في اي مكان. اذا فانت حضرتك بتديني، بتجيب لي الشركات اللي هي اقدر ان انا اقدم فيها واقدم لهم السي في وان اقول لهم ان انا شخصيه مؤهله، وفي نفس الوقت كمان بتوجهني اروح لاي اتجاه وانا خريج ايه. بص، انا اللي فكرت فيه ان طبعا النادي الاهلي اسم كبير جدا جدا جدا، واحنا لازم نستغل الاسم ده. اي شركه في مصر تتمنى ان هي تساعد النادي الاهلي، والدليل السبونسرز بتوعنا. احنا عندنا طبعا رعاه كتير جدا، شركات اسامي كبيره جدا جدا بتتمنى ان هي طبعا تبقى مشاركه مع النادي الاهلي في انتصاراته وفي كل حاجه كويسه بيعملها للبلد. فطبعا انا كان التركيز الاساسي ان انا الرعاه بتوعي دول يقدروا ان هم كمان اجيبهم يقدموا خدمات للاعضاء بتاعتي. فهو الملتقى التوظيفي ده عباره عن ان انا بجمع شركات كبيرة في مكان واحد في يوم واحد، وبحاول ان انا اجيب اعضاء النادي الاهلي اللي هم حديث التخرج واللي فرنج اللي هم العمر اللي انا بقولك عليه اللي هو من 20 ل 28 30 سنة، ان هم يجوا يلتقوا ببعض، بوصل بينهم هم الاثنين. طبعا الشركات اللي جاية دي هي مش جاية الاعلان ولا حاجة، هي جاية علشان هي عندها وظائف خالية، فبدل ما هي بتستنى لغايه ما حد يقدم فيه على النت، هي بتحاول برضه تروح للناس علشان تاخد منهم السي فيز وتعرف تشوف مين اللي مناسب ليها وتاخده. زائد ان العضو اللي بيروح بيلاقي ان في تنوع كبير في الشركات، فحسب مثلا انت مثلا خريج تجاره، تمام، هتلاقي مثلا بنوك، هتلاقي شركات بتاعت لوجيستكس اللي هي الحاجات الاداريه، هتلاقي كذا حاجه ممكن ان انت تقدم فيها، هتلاقي مثلا شركات بتاعت المهندس، هتلاقي شركات اتصالات مثلا خريج صيدلة، هيلاقي شركات فارما.
فاللي هي شركات الحاجات الأدوية بالظبط. فطبعا هتلاقي شركات كتيرة جدا ممكن ان انت تقدم فيها وتفهم كل واحدة احتياجاتها ايه. حتى لو ربنا نفترض طبعا الشركات اللي جاية دي ملتزمة قدامنا ان هي بتوفر عدد كبير جدا من فرص العمل، يعني مئات الفرص. الفرص دي هم اللي هيقدم هيعرفها ازاي؟ في كتاب صغير بياخدوه هم داخلين، بتبقى كل شركة محطوطة في الكتاب ده ومقدمة كل الوظائف الخالية اللي هي بتدور عليها والاحتياجات واحتياجاتها ايه. يعني انا متطلب ايه عشان الراجل الفلاني او اكس يجي يشتغل عندي، يجي في الوظيفة الفلانية. نعم بالظبط. يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا شركة مثلا كول سنتر مقدم مثلا ان هو عايز ناس بتتكلم كوري مثلاً، او بتتكلم بولندي. خلينا نتكلم لغة انجليزية. انا بتكلم او انجليزي. لا آه. يعني انت ما هو في تنوع يعني في طبعا يعني مثلا الكول سنتر اللي هنا في مصر بيبقى شغال على العالم كله. ليه؟ لان العمالة عندنا ارخص من العالم كله والاتصالات ارخص. وفي حاجة الذكية من الحاجات المهمة جدا في هذا الشأن يعني. بالظبط.